مشاهدينا اهلا بيكم، وكل سنه وحضراتكم بالف خير. في نفس الوقت ده من كل سنه بنبدا نزين بيوتنا بزينه الكريسماس لاستقبال طفل المزود، اللي عنده شجره كريسماس بيطلعها، اللي بينزل يشتري منتجات زي بابا نويل، كوفيه الميلاد، تيشرت الميلاد وغيرها من المنتجات. النهارده نزلنا لواحد من محلات بيع الزينه الموجوده في شبرا علشان نشوف مع حضراتكم المنتجات الجديده، كمان علشان نشوف اراء الناس في الكريسماس، ايه اهم الحاجات اللي بيشتروها، ازاي بيحتفلوا بدخول سنة جديدة عليهم. تعالوا نشوف مع بعض. السنة دي غير السنة اللي فاتت، عامة أنا اللي بستورد. السنة اللي فاتت كانت نسبة الجمارك عالية سنة، السنة دي نسبة الجمارك بسيطة لأن أنا جبت خامات من الصين وصنعت. يعني حضرتك هتشوف طبعا كل الشغل ده تصنيعنا إحنا، مش تصنيع صيني. يعني إحنا جبنا الخامات برا طبعا، الكلام ده يرجع لفخامة الرئيس، لأن الرئيس عايز العمال تشتغل والبلد تشتغل. فنحمد ربنا السنة دي غير السنة اللي فاتت بكتير. زي ما حضرتك شايف الناس بتحب الطراطير والشجر وسانتا كلوز والمفارش والكوفيات وسنومان، في نسبة إقبال كويسة على الطراطير أكتر والكوفيات والشجر. طبعا عندنا شجرة من 30 سنتي لحد 7 متر زي ما حضرتك هتشوف. لا نحمد ربنا السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت بكتير. طبعا مبسوطين، بيبقى بالذات ولادي بيفرحوا بالحاجات ديت، شجره الكريسماس، واعمل لهم زينه في البيت، وعندي في الشغل بعمل في الشغل، لازم اعمل في الشغل، يعني دول واخدهم للشغل عندي، مش واخدهم كمان للبيت. البيت هاجي بكره ان شاء الله اشتريهم. هو يعني انا لسه متجوز السنه دي، ف احنا بيتنا يعني لسه ما فيهوش زينه كريسماس وكده، فكنا حابين يعني ننزل نشتري شويه حاجات. الحاجه جميله متطوره السنه دي يعني عن كل سنه. يعني انا بقالي مده مش بشتري، بس كنت بتفرج بس. لا الحاجات، في حاجات جديده وفي حاجات شكلها حلو. هو اكيد الكريسماس كلنا بنستناه يعني، يعني انا مش بحب الشتاء بس انا الشتاء عشان كريسماس بس، يعني بيبقى فيه اتبساط وزينه وكل الناس بتقابل كل الناس، بيدوا هدايا لبعض، فبيبقى جو جميل يعني. ورغم تفاوت اسعار زينه الكريسماس الا ان نسب الاقبال زادت على الشراء، وعدد كبير من الاسر شفناهم خلال جولتنا بيشتروا لأولادهم ولبيتهم زينة جديدة، وبيتمنوا معاها تحل البركة والسلام والمحبة بين الناس وبعضها، وبيحضروا نفسهم لاستقبال عيد الميلاد المجيد. طبعا ميلاد المسيح دي حاجة يعني حاجة مفرحة لكل الناس، يعني سنة جديدة بقى وبداية جديدة وشقة جديدة، فكله يعني حلو جديد. أجواء الكريسماس عموما بتفرح الأطفال، فاحنا بننزل عشان نزين لهم البيت والشجرة، جبنا بابا نويل، حاجة الشجرة مع هدوم العيد طبعا، بتبقى اجواء كلها مناسبه وحلوه للاطفال. كل سنه وانت طيبه يا كارما. وانت طيب. قولي لي قد ايه بتحبي سانتا كلوز، بابا نويل كده والشجره بتاعت عيد الميلاد وبتحبي؟ لا بالليل. استنى بالليل عشان بحبه. كل الناس دي بتتمنى ان سنه 2020 تكون سنه خير، علشان كده فيه اللي بداها بانه يشتري مزود للطفل يسوع في بيته، وفيه اللي حب يجيب لبس سانتا كلوز لاولاده أو طراطير للأطفال الصغيرة، ده غير شجرة الكريسماس وهدايا كتير مليانة باللون الأحمر اللي بيشع بهجة وبيحمس الناس إنها تبدأ سنة جديدة بكل نشاط وثقة في وعود ربنا المليانة بالفرح. فريد إدوار، سي تي في.